مرة أخرى رجعت معكم باش نكمل معكم الطبق الثاني. كما هضرت لكم على ثلاثة أطباق، دابا هذا الطبق الثاني اللي غادي نطيب فيه طماطم نشحرها مع الفلفلة الخضراء والفلفلة الحمراء والبرانية. البرانية عندي مشوية، يعني الباذنجان، حنا الجهة الشرقية كنقولو البرانية والجهة الغرب كيقولو الباذنجان. المهم الباذنجان راه معروف، يعني راني شويتو وكنوجد دابا الصلصة ديالي ديال الطماطم. وهانتوما في هاد الناحية راه عندي فلفل كيتشوى. حنا هنا معندناش الفاخر على منشويو، نشويها على البوطا، يعني ما غاديش نحيرو، نقدرو نشويو بأي طريقة. انا درت ثلاثة ديال الطماطم، بغيت الصلصه ديال الطماطم تكون عندي يعني بكثره. الزيت راه مقله، راه فيها الزيت وراه على نار هاديه، خصني غير ندير الطماطم ان شاء الله ونزيدو المرحله الثانيه هي نقيو البرانيه ديالنا ونقطعوها نضيفوها على الطماطم. البهارات نستعمل شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وكاين اللي كيبغي يدير الفلفل الاحمر الحلو، يعني كما نقولوا حنا التحميره، كاين اللي ما كيبغيش كيخليها هكذاك على حسب الرغبه. انا هنا عندي الطماطم ديالي كتسهر وتحار، غادي نضيف واحد ثلاثة ديال الصيان ديال الثوم، وعندي هنايا برانية ان شاء الله هيا شوية غادي نقطعها، والفلفل غادي نضيف فيه شوية بشوية حتى نكملوا العملية وخليكم معايا. هيا الطماطم ديالي هي كتهبط شوية بشوية، غادي نضيف لها الثومة باش طيب مع الصلصة ديال الطماطم. الثوم على حسب الرغبة، كاين اللي مكيبغيهاش مستعملهاش عادي. أنا قطعتها الصراحة رقيقة، نخليوها هكذايا تزيد تشحر مع الطماطم، كتعطيها نسمة رائعة الصراحة لهاد الطبق ديال الباذنجان مع الفلفلة الحمراء والفلفلة الخضراء. ديال القطع ديال الباذنجان عندي والفلفلة، نوجدها باش نضيفها للطبق او الطماطم، صوص الطماطم اللي راها كطيب. هي الصراحة البرانية راها طيبة حيت راها مشوية، متاخدش الوقت باش طيب. غادي نسبقو الفلفلة عاد نضيفو الباذنجان. أنا ضفت الفلفلة خضرا نقطعها، ودابا غادي نبدي نضيف الفلفلة حمرا تا هي عندي واجدة. دابا حنا كنضيفو الفلفله الحمراء، صراحه كتعطي واحد المذاق رائع لاي طبق كتخلط مع هاد الفلفل الاحمر. احمر اللون يعني هو حلو وكيعطي واحد النسمه زوينه للاكل، جربوه ما غاديش تندموا.
ما تعودناش حنايا في الاطباق ديالنا المغربيه نستعملوا الفلفل الاحمر، ولكن هنا في اوروبا كيستعملوه بزاف صراحه، كيجي رائع جدا. صافي كلشي راه مشوي تقريبا، راه طايب اكثر من نص الطياب. ودابا غادي نقطع ديك الباذنجان وغادي نضيفو حتى هو ونخليه يطيب على نار هاديه، ونبقاو غادي هكا شويه بشويه حتى يوجد الطبق ديالنا. وهذا هو الطبق ديالنا، طماطم مع فلفل اخضر، فلفل احمر وباذنجان. كنظن ان الطبق راه كامل يعني كيحتوي على الخضر. نقدروا نقدموه مع حوت، مع شلاضة ديال البطاطس مسلوقة. ونشيلها ان شاء الله غادي نكون واحد التورتية ديال الباذنجان كتجي رائعة الصراحة. دابا حنا تعودنا على واحد النوع واحد من الاطباق اللي تعلمناها مع عند والدينا، ولكن نقدروا ننوعوا بزاف بنفس الخضره، نقدروا ننوعوا بزاف منها نديروا بها بزاف الاطباق نشكلوا بها. بزاف اللي ما كياكلهاش بواحد الطريقه ياكلها بطريقه اخرى، المهم اللي يبغي الحار يكثر الزهر، ما يبغيش يدير شويه. الفلفل الأحمر كذلك، صراحة النسمة ديال التومة كتعطي واحد لذة كبيرة للطبق. نضيفو قليل من زيت الزيتون، نقدرو نغطيوه نقدرو ما نغطيوهش كذلك. كنا مزروبين عليه نغطيوه ونعطيو له شويه ديال النار، ما كناش مزروبين، نعطيوه واحد النار هاديه نقصولو ونخليوه يطيب على نار هادية ان شاء الله. مرة مرة نحركوه باش ما يتحرقش وما يلصقش. نكمل التقطيع ديال الفلفل الاحمر والاخضر ديالي اللي غادي نحتفظ به في الثلاجة الجهة ديال الثلج. كنستعملو كنخبيه فاش كنبغي نطيب الروز، كنستعملو مع الروز، نعمل نطيب سباغيتي أو المكرونة بالنطا ديال الطبخ كنستعملو كذلك، صراحة كيعطي واحد النسمة رائعة. رائعة جدا، ضروري انا خصو يكون عندي في الثلاجة. وحنا غاديين هكا كنستمرو تحريك الطبق ديالنا، مرة مرة نحركوه، وكنظن انا راه واجد عندنا
يعني نستناو عليه شويه يطيب. وهذا هو الطبق ديالنا كما قلنا، الباذنجان مع الفلفله الخضراء، الفلفله الحمراء، كلشي مشوي، وثلاثه ديال الطماطم مقطعين ومشحرين مليح في الزيت. وشكرا على المتابعه.